يعني عايزين تكلمنا عن ايه اللي مصر بتعمله عشان تقدر ان هي توطن صناعه الهيدروجين الاخضر، وعايزين نفهم هنا المشاهدين كمان اهميه وفايده الهيدروجين الاخضر، هيفيدنا ازاي في اقتصادنا، ايه المختلف فيه؟ الهيدروجين الاخضر، اولا الهيدروجين معروف من زمان. الهيدروجين بيطبق في صناعات كتير، وكان قبل كده بيستخدم في السماد، ودول العالم بتعتمد على الأمونيا. الأمونيا دي اللي هي بتستخدم في الزراعة، وظهرت المشكلة بتاعتها بقسوة في حرب ما بين ساعة ما حصل الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، والغاز اتمنع عن أوروبا. أوروبا بتعتمد على الغاز، وكانت بتطلع منه الأمونيا الزرقاء اللي بتستخدمها في الزراعة. لما اتمنع الغاز أصبح ما فيش أمونيا، أصبح في مشاكل في الزراعة. ده كمان بجانب المشاكل بتاعة استخدام الغاز في الصناعة وفي التدفئة. لما نقارن استخدام الأمونيا الزرقاء أو الأمونيا السوداء أو البني في الزراعة، أنا أستخرج الهيدروجين اللي أنا بستخدم بيه الأمونيا. هيدروجين ده يا إما هيدروجين بستخرجه من الفحم، يا إما بستخرجه من الغاز، يا إما بستخرجه من المية. طريقة الاستخراج هي اللي بتفرق ما بين أنواع، ما بين الهيدروجين نفسه. أفضلهم الهيدروجين اللي أنا بستخرجه من المية، لأن ده وأنا بستخرجه مفيش أي نسبة ثاني أكسيد كربون بتخرج معاه وأنا بستخرجه. إنما اللي بستخرجه من الأزرق ده باخده الاول من بدور الاول على غاز، وبعدين بعد ما بجيب الغاز بطلع بشويه معادلات كيميائيه كده وتركيبات، باخد حاجه اسمها هيدروجين رمادي، وبعدين اشيل ثاني اكسيد الكربون من الهيدروجين الرمادي يديني الازرق. يبقى انا عندي مرحلتين فاتوا طلعوا ثاني اكسيد كربون في الجو. انما الاخضر مباشره من الميه، فما فيش اي، هو ده السيفست يعني، او اكتر امانا يعني، واكتر نظافه للبيئه. وبعدين كل الهيدروجين واحد. لما بستخدم بقى الهيدروجين اللي نيجي لاتجاه مصر، في سنه 2020 لما بدا العالم كله يتجه الى الطاقه المتجدده والطاقه النظيفه، بداوا يدوروا على الطاقه الخضراء، بداوا يدوروا على الدول في شمال افريقيا اللي بتديني اكبر نسبه هيدروجين اخضر اقدر اشتغل معاها والاستدامة بتاعتها فترة طويلة. لقوا ان مصر هي افضل الدول اللي موجودة في شمال افريقيا في الاستدامة، من حيث ان انا اقدر اخد منها الهيدروجين الاخضر. ده مشاهداتهم، ده مشاهداته وشهادة وكالة الطاقة الدولية.